وائل محمد فرج احمد معاه بكر ياسر كابت جوله ومعاه دبلومه الجامعه الامريكيه وبعدين سافر امريكا من شهرين كان بيشتغل سواء عند وجد الحكيم. وجد الحكيم لما جاب يشوف الثوره ويقف يشتغل الثوره وجد الحكيم لفها القضيه سرقه من بيتي وقرايبه وظباط وقرايبه وكلاني يا بلفه القضيه ابني بقاله شهرين ما اعرفش عنه حاجه في سجن طلاق ابني امريكا استحضنته وشغلته مصر حبسته مصر وجد الحكيم حبسني انا ابوه جاله شلل في البيت ابوه جاله شلل في البيت وانا عندي شلل رعاش هنا مش شايله امريكا وحكموا عليه وشردوه بعد ما كان بيتعلم العالم ده كله جابوا ابني وشوفوا الشاهد اللي معاه ومعاه جرين دجر ومعاه فيزا مفتوحه لامريكا لو حرام كان سرقه ومشي انما عبد الحكيم خيب املي وخيب امل ابني وبعد ابني مش لاقي مش عارف اجيب ابني مش عارف اجيب بلدي مش عارف اجيبه مش عارف اجيب ابني عايز ابني عايز ابني عايز ابني يا الله تسلط علينا بذنبنا ولا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحم شهدائنا اللهم ارحم شهدائنا اللهم بدلهم دارا خيرا من ديارهم واهل خير من اهلهم وولد خير من ولدهم اللهم بدلهم بالسيئات احسانا ومنك عفوا فأنت عليهم قادر اللهم اكرم نزلهم اللهم اكرم نزلهم اللهم صبر أهليهم اللهم صبر أهليهم اللهم صبر أهليهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب صبر كل اهاليهم يا رب يا رب صبرهم يا رب صبرنا يا رب يا رب وارحمهم واجعلهم من اهل الجنه يا رب ادعوا معايا يا رب اجعلهم من اهل الجنه ويبقوا في الجنه على طول ويتمتعوا فيها يا رب نور لهم وطرق لهم يا رب يا رب نور لهم طرق يا رب يبقى مرتاحين يا رب يبقى مرتاحين مش تعبانين اللهم امين يا رب صبرنا ادعوا معايا يا رب صبرنا على اولادهم صبرنا على اولادهم يا رب وارحمهم يا رب ارحمهم يا رب يا رب اجعلهم من اهل الجنه يا رب يا رب اجعلهم من اهل الجنه وينور لهم جنتهم يا رب يا رب ياكلوا ويشبعوا اللي ما كلوش في مصر يا رب يا رب ياكلوا في الاخره يا رب ويشوفوا اللي ما شافوهاش في الدنيا يا رب يا رب يشوفوا كل حاجه حلوه اللي ما شافوهاش في الدنيا يا رب ويشوفوا كل حاجه جميله يا رب يا رب ارحمهم يا جماعه دي حداد فاتحة على كل أموات المسلمين وشهداء الحرية الفاتحة خالصة لله بدون كلام نهائي ولا حركة ولا أي نفس إلا القراءة بأمر الله وحشتنا يا حبيبي والله وحشتنا يا حبيبي وحشتنا يا حبيبي وحشتنا يا حبيبي
قوي وعايزين يعني. اقسم لكم بالله اي واحد فيكم هيسيب طار الناس دي بقى انسان تمام، هتسيبوا طارهم يرضيكوا اللي بيحصل ده، يرضيكوا يرضيكوا. القصاص 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 قتلوا ولادنا بالرصاص. لا اله الا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله. لا اله الا الله لا اله الا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله والشهيد دم ارتاح والشهيد دم ارتاح. واحنا نكمل الكفاح واحنا نكمل الكفاح واحنا دمك يا شهيد يا منتهي واحلى دمك يا شهيد واحلى دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد ثورة تاني من جديد ثورة تاني من جديد. هبلغ رسالة لأم الشهيد وأقول لها كلمة واحدة، اوعي تفتكري إن ابنك مات يامه، ابنك عند الله حي يرزق موجود في الجنة. افرحي لان ربنا اختاره من ضمن شباب مصر اللي كانوا بيدوروا على حرية. ما تبكيش عليه، بنتي تدعيله، ابنك باذن الله في الجنة. ما تبكيش على اخويا يا امه، ما تبكيش على اخويا يا ابنه، الله يكون تبكي عليه. ارفعي رب العباد وقولي يا رب يا رب يا رب يا رب. اخرج من قلبك يا رب. هل علمهم الادب؟ هل وريهم الغضب؟ هل وريهم الغضب؟ هل وريهم الغضب؟ انا بلغ رسالة للناس اللي جاية تتفرج وتقول احنا واقفين ليه؟ ويلا برسالة لمين احنا مش معتصمين ليه؟ الجدع والراجل الدخل يطلع يمحق الساس دي دلوقتي. ايه؟ يرضيكم؟ 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 النهي مين عامل اللي متستر عليه؟ النهي عن الكلب الحرامي المشير المجلس العسكري ورئيس الوزراء، سايبين حقهم ليه ولاد الكلب دول؟ سايبين حقهم ليه ولاد الكلب دول؟ ما هم دول الناس وده عز الناس وده تشاور كل الناس. يرضي ينفعكم يرضيكم؟ والله ينفع يجيبوهم تاني، لو يرضوا لهم يجيبوهم تاني هتسامحهم. عايزينهم يجيبوهم عشان وحشونا قوي، وحشونا وحشونا، مش قادرين نعيش من غيرهم. حرام عليهم حرام عليهم. يرتب له كمان يتحصل له كده ولا هيحصل له كده؟ ليه عملوا فينا كده؟ ليه عملوا فينا كده؟ ليه حرمونا من عيالنا؟ ليه ليه حرام عليهم؟ طب يقدروا يجيبوا كل شهيد ويجيبوا له امه تاني زي ما هو؟ لو يقدروا كل عبادي الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله، هذا قضاء من الله.